احد الانستركشنز اللي ما غطيناها كانت ام اس تراج، طلعنا على جي تراج وسي تراج. ام اس تراج بسمح لي اني اعمل مالتيبل سيجمنتس. هلا هذا بيختلف عن جي تراج، انه لو انا عملت جي تراج بين هاي النقطه وهاي النقطه راح تكون الفيلوسيتي زيرو عند هاي النقطه، راح يوقف عاده او راح يكون في فيش كونتينيوتي، راح ينتقل من هاي النقطه لهاي النقطه، ينتقل من هاي النقطه لهاي النقطه. ام اس تراج تسمح لي اني احدد شيء اسمه فايا باث. فايا باث يعني بحدد النقاط ان بتوين، بحدد النقاط ان بتوين، واللي بيصير بضحي بانه ما بلحق الباث هذا بالضبط، راح يحط خط هون وخط هون، وبعدين راح يعمل نوع من فيلتي من هون، لانه مش راح ولا مش راح يضطر انه يوقف بهذا الشكل. راح ناخذ مثال من روبوتكس تول بوكس. في عندي عملت انا هون مثال بسيط، اخذت فايا. ففايا هي عباره عن 2 دايمنشنال ماتريكس، بالحاله هاي 4 باي 2 بالاكس واي سبيس، بس ما اخذتش زد هون. بالاكس واي سبيس اخذنا هاي ماتريكس فايا بوينت، فهون بالاكس والواي 4 1 4 4 5 2 2 5 2 يمر بهاي النقاط بالاكس واي سبيس، فبدنا نعمل بلاننج لاكس وبلاننج لواي. هلا هون عم بحدد بهاي الحالة، عم نحدد ال استعملنا هون الام اس تراج. هاي الفايا اللي هي اري بتحدد النقاط اللي بدنا نمر فيها، اذا كان 3 دايمنشنال سبيس رح يصير هذا 3 نقاط 3 دايمنشنز من هون. هاي اظن بتحدد ليميتيشن على السرعات، وهون عندي هاي الانيشال بوينت اللي بده يمر فيها، وهاي الانكريمنتس اظن الانكريمنتس بالزمن اللي بعملها. 2 1 ايش؟ اول واحد 2 1 اللي هي اظن هذه هي الليميتيشن. هلا بفتح، هلا بفتح الهيلب على ام اس تراج. هاي مطلوب منا بالامتحان لا لا ما في حاجه، ما في حاجه، لاني انا قلت لكم الماده كانت للمره الماضيه، بس هاي تكون اضافيه. لاني فاتح كود روتر موديل عماله بيطول. طيب ام اس تراج كيو دي ماكس، الماكسيمم السرعه، كيو دي السرعات، الماكسيمم سرعه في الاكس وماكسيمم سرعه في الواي. وهاي اظن الانيشال بوينت اياها، واظن هاي لها علاقه بالاكسلريشن من هون وبعض اوبشنز، بس اللي بهمنا بشكل رئيسي هو السيجمنتس الفاي بوينتس اللي بمر فيهم. فهي راح اخذ انستركشن هون، هي عمل عمل التراجكتوري تبعت الاكس والواي، فعم بنتقل ما بين النقاط. هلا بروح اعمل بلوتينج اول شيء لاكس لحاله واي لحاله اجينست تايم، بروح اعمل بلوتينج ل هذا اللي هو الاكس، هون عمل بلوتينج بس لاكس against time. هذا هون against عدد النقاط، هذه عدد النقاط المفروض انه كنا احنا عملنا تي، بس مش عاملينها تي فيكتور، لذلك عدد النقاط ببين كبير، بس هو 0.05. بعدين راح اعمل plotting لواي. المفروض يعمل له plot على نفس الفيجر. مبينين لونهم مختلف ولا نفس اللون؟ اظن هذه كانت هيك، هاي كانت لفوق عفوا، هاي كانت هيك واحدة منهم، وهاي الثانية اللي هي هيك، هذول اكس وواي. هلا راح اعمل بلوتينج هذول اكس اجينست تايم وواي اجينست تايم، هذا مش زمن، هذه عدد النقاط. اظن احنا كل واحدة كنا 0.05 اوف ا سكند بين الواحدة والثانية، ف 0.05 يعني 160 على 20 اظن هاي تطلع 8 سكند على 8 سكند. اذا بعمل هلا بلوت لاكس واي بعطيني باث في الكارتيجن سبيس. رح نسكر الفيجر، رح نعمل بلوت جديد. هلا هذا بعطيني حركه في الكارتيجن سبيس، هلا هاي صارت اكس هون وواي هون، واعطاني الحركه هلا بين هذول النقاط بهذا الشكل.
فبسمح لي اني اعمل مجموعه تراجكتوريز من هون. هلا ما فيش معنى وقت ندخل فيها، بس بامكاننا نعمل نفس الشيء على التراجكتوري في الروبوتيك ارم.